السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ كل سنة وانتم طيبين. فينكم يا جماعة؟ انتم مختفين كده ليه؟ من زمان عنكم، معلش. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ورمضان مبارك علينا جميعا يا رب، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. النهاردة الصبح أنا شفت صورة في الفيسبوك، بصراحة تخيلت إن الصورة دي تكون فوتوشوب. عديت بالصدفة جنب المكان وقلت خليني أصور المكان علشان بس نحتفظ بالحدث. كل سنة وانتم طيبين. أنا لما شفت الصور في الفيسبوك النهاردة توقعت صراحة إن هي فوتوشوب ولا حاجة، لكن ده احنا هنا في شارع رئيسي في ساسكاتون كندا. ده مش حفريات، ده الشارع اتهد. يا الله، ده الماركت مول، واحدة من مولات الأربعة ولا الخمسة اللي موجودين في ساسكاتون. ده البريستون ستريت اللي احنا فيه ده، وده بقى مش عارف اسمه ايه. ده مش مهم زي البريستون. البريستون هو الشارع الأساسي، وزي ما قلت لكم الماركت مول اهو. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب، تفعيل الجرس. دعواتكم، في أمان الله.